السفير اليوناني وجمعية ستينفيريتو يطلقان برنامج المهرجان اليوناني الأول في لبنان. شو؟ بيا النضور وعدة وخرايط وكاميرات وحتى صبابيط الرقص وزوربا وأوبا. شكلك عم بتضب الشنطة وطاير على اليونان. ايه طول بالك طول بالك، نص اليونان جايتك على لبنان. برعاية وزارة السياحة اللبنانية ومنظمة السياحة اليونانية، أطلقت جمعية ستينفيريتو بالتعاون مع السفارة اليونانية ببيروت المهرجان اليوناني الأول بلبنان. رئيس لجنة المهرجان الزميل جورج عيد أعلن عن استقدام تماثيل من متحف الأكروبوليس بحيث ستعرض أثناء المهرجان. من الآثار للموسيقى للأكل والرقص وحتى الأفلام، ورح يكون في لأول مرة بتاريخ لبنان قطع من الأكروبوليس، هني قطعتين عيرونا إياهم متحف الأكروبوليس حتى نقدر نعرضهم. كمان على مدى 3 أيام عروض موسيقية مجانية، وضيف خاص من اليونان هو النجم ستيرجيو ليباريس. الجالية اليونانية ببيروت بحضور السفير اليوناني بلبنان فرانسيسكو فيروس. The idea behind what we are organizing is not only to make Greece better known to Lebanon and to our Lebanese friends. It is equally, if not more, to make Lebanon better known to Greeks. نجم اليوناني ستيرجيو ليباريس يلي حضر خصيصا إلى لبنان بمناسبة المؤتمر عبر عن فرحته وتطوعه لدعم هالمهرجان. It's a very important date for me to be on this festival. We want people to have fun also with some new music Greek, which I'm gonna perform on the stage. المهرجان يلي راح تستضيفه جبيل ب 7 8 و 9 حزيران ابتداء من الساعة 7 مساء بيتميز بأنه غير تجاري، وهدفه الأول والأخير تعرف إلى كل جوانب الحضارة اليونانية.